مرحبا بكم جميعا أصدقائي، أنا المد ومهنتي إطالة الحروف. لدي 3 أبناء، ابني الأول هو الألف، والثاني هو الواو، والثالث هو الياء. قررت أن أهب لأبنائي 3 منازل تأويهم. دعوني أعرفكم عليهم. السلام عليكم يا بني. وعليكم السلام يا جدي. هل أعجبك منزلك الجديد؟ إنه منزل جميل ولكني أشعر بالوحدة فيه. حسنا يا بني، ماذا تريد؟ هل للفتحة أن تعيش معي؟ لتعيش معك الفتحة شرط أن تأتي في الحرف الذي يسبقك ويسمى حرفا ممدودا، مثل كلمة كتاب. شكرا لك يا جدي ولك ما أمرت. السلام عليك يا بني. وعليكم السلام يا جدي. هل أعجبك منزلك الجديد يا بني؟ إنه جميل، ولكن هل للضمة أن تعيش معي؟ لتعش معك الضمة شرط أن تأتي في الحرف الذي يسبقك ويسمى حرفا ممدودا، مثل اسم منصور. شكرا لك يا جدي ولك ما أمرت. السلام عليكم يا بني. وعليكم السلام يا جدي. هل أعجبك منزلك الجديد يا بني؟ إنه منزل جميل جدا ولكنه كبير ووسيع. حسنا يا بني، أطلب مني ما تريد. هل الكسرة أن تعيش معي؟ حسنا، لتعيش معك الكسرة شرط أن تأتي في الحرف الذي يسبقك ويسمى حرفا ممدودا، مثل كلمة يجري. شكرا لك يا جدي ولك ما أمرت. نحن هروب المدينة.